مشاهدينا ملعب الشانفيل، وبسرني يكون الى جانبي معالي وزير التربيه استاذ الياس ابو الصعب. عم نشوفك دائما بوجودك بملاعب الرياضيه، وهذا شيء كثير صحي اذا فينا نقول. نحن بنحب كثير نشوف كثير رسميين بالملاعب عم يتابعوا. اول شيء ليه بتحب هالقد الباسكت؟ اول شيء بحب الرياضه بشكل عام. ثاني شيء الرياضه هي ضروريه لكل الشباب، نعم، لانه بتعلمهم على كثير اشياء، مشان هيك بحب لك واحد لازم يتحلى بالروح الرياضيه. يعني بتعلمهم على الديسيبلين، بتعلمهم على الاخلاق، على المباراه كفريق وكانديفيدجوالز. مشان هيك انا بشجع كل الرياضه، وبحب انه كل المدارس تكون عندها برامج قويه. للاسف بوزاره التربيه بالمدارس الرسميه مش كلها مجهزه، نعم، وعم نحاول نحن نعمل هلا بروجرام لحتى نعمل بكل قضاء مجمع رياضي للمدارس الرسميه لنقوي الرياضه. حلو، هيك اكيد بنقدر نعمل برودكشن للاعبين بكل الرياضات، لانه بحاجه، يعني الرياضه بحاجه لهيدا الشيء. عم نشوف اليوم قد ايه في سقعه، وبنعرف قرار حضرتك قد ايه كان اذا فينا نقول يمكن شوي تعارض بكام محل. شو عم بيصير اليوم؟ السقعه بتاكد انه كان لازم المدارس تتسكر، لانه اذا بالملعب مش قادرين نتحمل اليوم. صراحه هيدا اللي صار. يعني انا السنه الماضي صار في خربطه بموضوع تسكير المدارس، تسكرت المدارس 3 ايام، ولكن طقس كان شمس. السنة قلت ما بدنا نعمل نحن نفس الشيء، لأنه العاصفة أوقات ممكن تزيح آخر لحظة. كنا عم ننتظر التقارير الفنية المضبوطة التقنية اللي بتطلع كل يوم الساعة 6 اللي بتعطينا تاني يوم. والنهارين اللي مارقين أثبتت إنه ما كان فينا نفتح مدارس، واليوم وبكرة بدي أرجع أكد على بكرة، لأنه في بعض المدارس سمعت تفتح يوم السبت. أنا بقول لهم بده يتحملوا مسؤولية، ممنوع نفتح المدارس. اليوم في واحدة من المدارس فتحت ببيروت، طلعت الحرارة 7 بالصف. لما سأل مدير المدرسة قال ما قادر دفيهم، قال له سكروا المدرسة وبعث الأولاد على البيت. بعرف أنه الأمهات يمكن زعلوا مني شوي، بس معلش يزعلوا مني اليوم أحلى ما أولادهم يسخنوا وبعدين بيزعلوا بعدين. بقى القرارات كانت عم تتاخد بناء على المعطيات الجدية، وإن شاء الله نهار التنين بيرجعوا الأولاد كلها على المدارس. فنيا بالباسكت رح اسالك، مين برايك رح يربح اليوم 40-40 مع نهايه الشوط الاول؟ بعرفك شوي يمكن بتحب فريق الشانفيل يربح، اول شيء فريق بيمثل المتن. انت كيف شايف الجيم فنيا؟ شوف لنختبرك شوي فنيا. لا فنيا لا، لك لكون منطقي نحن عم نلعب بلاعب اجنبي واحد، وبالتالي فريقنا بعد ما فيه يقول انا فنيا مكتمل. نحن هلا في لعيب جديد رح يوصل، صحيح، ومنطمن جمهور الشانفيل، وبعتقد لعيب رح يكون عنده دور ايجابي يلعبوا مع الفريق، والتمرين لحتى يرجع الفريق يكون متجانس اكثر مع بعضه بعده باوله، لانه بلشنا مأخرين. الفريق الثاني عم يلعب منيح، بنلاحظ في تجانس بيناتهم، انما اليوم الفرص هي متساويه مع ارجحيه بعتقد، لانه نحن عندنا الملعب، انه نقدر ان شاء الله نعمل فرق ونربح اليوم المباراه. بدي اشكرك معالي الوزير التربيه، بشكر اكيد حضورك معنا، ودائما بنحب نشوفك بكل الملاعب الرياضيه، وهذا الشيء كثير صحي. انا بدي هنيك، لانه بعرف تلاميذ المدارس قد ايه بيتابعوك لإلك، لانه دائما بفكروا بالرياضه، بيكون في عندهم شخصيه معينه بيتابعوها. هيدي رساله على كل حال عم نعملها نحن كـ LBC. وهذا بدي اقول لك اياه. ثانك يو، بشكرك اكيد.